اليوم انت يعني بحاجة تقدر تستغني عن كم واحد غيرهم. التمهيد العنيف من قبل ميليشيات النظام على قرية عبيسان وعلى قرية رملة، استطاع الجيش النصيري بالسيطرة على تلك النقطتين بكثرة القصف بعد انحياز المجاهدين إلى الخطوط الخلفية. وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد عدة ساعات شنين هجوم معاكس، استعدنا قرية عبيسان وقرية رملة بعد تكبيد الميليشيات الطائفية عدة قتلى وأسرى واغتنام دبابة وبيك أبات 2.